جاء المساء وحان موعد الحكاية، فتعالوا واسمعوا. وأنت قبل أن تنام اسمع يا قمر حكاية الناس والحيوانات والشجر. ما رأيك في قصة عن الحيوانات يا قمر؟ حيوانات ما ما مياو 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 عو 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 بل مياو مياو مياو. قصة عن قطة؟ بل قصة عن القط مشمش. قام القط مشمش من سلته التي ينام فيها وذهب إلى المطبخ يبحث عن إفطاره. وجد مشمش الأم تعد الإفطار، فقال لها مياو مياو يعني صباح الخير. قالت له الأم صباح النور، أهلا يا مشمش. ثم قالت لنفسها هذا البيض لا يكفي، أحتاج مزيدا من البيض. خرج مشمش من البيت وسار في الحديقة حتى وصل إلى قن الدجاج. قال مشمش للدجاجة فرحة صباح الخير يا فرحة. صباح النور، أهلا يا مشمش، قالت فرحة. ثم قالت لنفسها ليس عندي شعير لأطعم فراخي. خرج مشمش من قن الدجاج وسار في الحقل. وجد مشمش العم صواف الخروف في حقله وقال له صباح الخير يا عم صواف. قال له العم صواف صباح النور، أهلا يا مشمش. ثم قال لنفسه ليس عندي ماء لأسقي زرعي. ترك مشمش العم صواف وسار في الممشى حتى وصل إلى مجرى الماء. رأى مشمش الأرنب أرنباد يشرب من مجرى الماء، فقال له صباح الخير يا أرنباد. قال له أرنباد صباح النور، أهلا يا مشمش، تفضل واشرب معي الماء. شكره مشمش وشرب معه الماء. بالصحة والعافية. ثم قال له مشمش من فضلك افتح مجرى الماء ليسقي زرع العم صواف. يا لك من قط ظريف يا مشمش. قال الأرنب أرنباد طبعا طبعا، وأسرع يفتح ممر الماء. ذهب مشمش إلى حقل العم صواف فوجده يسقي زرعه فرحا مسرورا. قال العم صواف شكرا لك يا مشمش لأنك طلبت من أرنباد أن يفتح مجرى الماء، ماذا تحب أن أقدم لك؟ قال مشمش من فضلك أريد شعيرا لأعطيه للدجاجة فرحة. يا لك من قط ذكي يا مشمش. قال العم صواف طبعا طبعا، وقدم له شعيرا. أخذ مشمش الشعيرة وذهب إلى الدجاجة فرحة وأعطاها الشعير. شكرته فرحة وقدمت له 3 بيضات وقالت له تفضل هذه البيضات هدية لك. شكرها مشمش وأخذ البيضة وعاد مسرعا إلى البيت ليعطيه للأم. قالت الأم شكرا لك يا مشمش، سوف أعد لك الفطور حالا. أعدت الأم الإفطار للأولاد وأعدت للمشمش طبقا من البيض مثلهم وقالت له تفضل إفطارك يا مشمش. قال مشمش للأم يعني شكرا لك، وجلس يأكل مع الأولاد. نام القمر.